أكرم. أيوة يا أكرم. أي يا حبيبي، أنا خلصت تصوير وبتحرك، وأنتوا فين؟ أنا تحت البيت عند خطيبتي بتفنش الميك أب. خلاص فنش الميك أب؟ هتيجوا النهاردة يعني ولا إيه؟ والله من 3 ساعات قالت لي 10 دقايق ونازلة. أوكي، فكلمها بس قول لها إن إحنا عندنا شغل الأربعة. حاضر حاضر، ما تقلقش. ماشي ماشي، يلا يلا، سلام سلام. شغل الأربع ده انت بتحلم، يا رب نلحق اي شغل اصلا. قالت نازلة ومن ساعتها لضعاني تحت بيتها، كلمتها كنسلتني فزمرت نرفزتني، بكره طريقتها بتخليني مش طايقها، بتنسيني اني حاببها، فكرت في لحظة سيبها. واخيرا ظهرت يا اختي حلوة ماشية براحتها، انت استنيت دقيقتين اوكي، وبعدين ما انا دايما مستنيه تخلص بس مع اصحابك وتلاقي وقت ليا، نفسي تفكر فيا. انت صعبت عليا يا حرام، ده انت طلعت ضحيه، يعني انت ملاك عيني واحلى وحوش بريه، انتوا كده كلكم السبب. لا انت السبب، لا انت السبب، لا انت السبب، انت خلقك ضيق وانت عنادية. طب اهدى شوية، اهدلت عليا. صنف صعب، كلكم زي بعض والله. طب انا هريحك، روحني. مخكوا صعب زيكم، بتخلونا نحبكم، بعدين نتجنن منكم. انتوا منو في الصلاه؟ لعبنا بنت برضه. انتوا اللي كده كلكم مش قادرين تستوعبوا، انتوا دايما تلاقوا المشاكل وتشتكوا. كلكم زي بعض والله. بلد ده كرمش قاري، ده كرمش.